نعم، سورتو تزيريات، تزيريات. سورتو تزيريات يطلبوهم بزاف. تزيريات شوفي، سواء في العيد ولا اي عيد يطلبوها بزاف. حنا كنا على بالنا بقلاوه. شوفي لا لا، تزيريات وعندك تانيك مقروط العسل. مقروط العسل اللي يقلقلا، تاع المقلى هذا يطلبوه بزاف بكثره. وصح تزيريات، يعني كاين بزاف اللي ما ينجحوا لهمش تزيريات. وشنو هو السر الوصفه يا ام الا؟ يمكن ما تثبتش السر كريمه حضيهاش. لا لا خلاص. بون، شوفي هي، شوفي كي تكوني مزروبه ديري السكر تاعك تكوتي، ما تخلطيش مع اللوز، ديريه السكر وحده ووزنيه بيان سور، باسكو انا نخدم بالميزان ما نخدمش بالكيلات. توزن السكر تاعها ومن بعدك تزيد دير القارص، ومن بعد هذاك السكر هذاك واش دير له؟ دير له قطره تاع يا ربي واحد زوج مغارف هكذا كبار تاع ما زهر، وتخلطوا يقعد هكاك ناشف. مي بصح شاك فوا تقعد مره تولي ليه، تخلطوا تصيبوا بدا يتعسل. وكي يكون عندها الوقت تخليه حتى يبات، بلا ما تقعد شاك فوا تخلط. كي يكون عندها الوقت تخليه يبات نورمال، وكي يكون ما عندهاش الوقت شاك فوا تقعد تخلط. ومن بعد ترمي فوق اللوز هذاك ديالها وتقعد تعجن فيه اللوز ديالها، ماشي زعما ترميه برك وتخلط هكذا. لازم اللوز تاعك تعجنيه مليح باش يطلق هذاك السكر هذاك، يطلق العسل تاعو يتعسل. ومن بعد شوفي كي ديري هذه الخطوه هذه، ديري التوعك طيبيهم في هذيك دقيقه. عم نشوفوا